يسأل السائل يقول أن هناك توفي رجل الميت وترك بنات، كل بنت من زوجة، فتظن البنات من الزوجة الأولى بأن أخواتهن من أبيهن لا حق لهم في الإرث. هذا كلام غير صحيح، لأنه هو الميراث في الميت، والميت أب لهم جميعا، مش أب للشقيقات ونصف أب، ولا مهوش أب لغير الشقيقة، هو أب للبنات كلهم، يعني سواء كان من الزوجة هذه أو من الزوجة هذه. والبنات الله عز وجل فرض لهم الثلثين في كتابه، لابد يعني عليها، على البنات هؤلاء الشقيقات اليوم يعني خاصموا ويقولوا الأخت من الأب ما ترج، يعني من يعلم هذا كلام غير صحيح ولا أصل ولا يقول به أحد من العلم، بل جميعهم هم بنات، يعني كيف ما عندهاش أب ولا كيف، هو أبوك أنت هو أب الأخرى، فيستوون في الأبوة، هم مستوون في الأبوة، إذاك يرثون جميعا الثلثان بينهما، يعني يقتسمونه بينهم.